زون فيرت كل سبت من مدي ساعتين المطليثة مع سيرين بن سعد على إيفام أحلى راديو. هذه زون فيرت حتى المدي ثلاثة، الجزء الأخير منه فنحكيه فيه على الحجل اللي باش ينقرض في قرقنا. نتصور اللي برشا كيما امين قاعدين يضحكوا توا خاطرين نقول لهم الحجل باش ينقرض في قرقنا، ولكن الحكايه تري غاف. الشيء اللي خلى جمعيه قنطره انقذوا هذه الارض هكا سلوغون نتاعهم الجمعيه هذيا يشيو يقولوا يا ناس خليوا الحجل رايض راهو باش ينقرض. اتصلنا برئيس الجمعيه سي غسان الشلي وقالنا راهو بالحق في قرقنا فما دو فوري زوز غابات وراهو تلمو الناس تمشي تاخذ ذاك العظم متاع الحجل تصطاد الحجل اللي ما عادش راهو ما عادش موجود راهو باش ينقرض من عنا. وهذا اللي باش يوضحوا لنا اكثر سي غسان الشلي. مرحبا غسان. السلامة، مرحبا بكم، مرحبا بجميع المشاهدين. الحقيقة حابين ناخذوك اون فيديو ونشوفوك ونشوفوا قرقنا. انا حبيت نعمل هكا غطسة معاك في قرقنا لكن ما نجمليش تحصلوا عليك بالفيديو، هذاك علاش بالتليفون ميساج. احكي لنا انت شنو القصة بالضبط، علاش اليوم جمعية قنطرة يقولوا نخليو نسيبوا الحجل يعيش، شنو هي الحكاية بالضبط؟ جمعية قنطرة ناشطة رئيسيا في جزر قرقنا، وعندنا ديزاكس نخدموا على لاكس الغابات الحماده كما نسميوها في قرقنا، وعندنا لاكس البحر. بالنسبه لاكس الغابات ديما نديروا بدينا من عام ناول، مثلا تبعنا خلينا عشوش عجل وتبعنا وتبعنا ونتبعوا نحاولوا بالمويا نتاعنا مويا دي بور مش كبار برشا، اما نحاولوا نشوفوا لي كونتيتي عدد الحجل ديما نديروا ديما نتبعوا. لاحظنا عام ناول وسيرتو سنا انه اعداده تراجعت بشكل كبير ياسر فوق المعتاد، معناتها ولات تنجم تمشي مثلا بالساعة في الحمادة ما تلقاش حتى حد، إلا كانت الحمادة تجربة رائدة في تونس في البلاد التونسية في حماية الأنواع المهددة. من شنو نقص الحجل؟ اسكو فما ساعة خلينا نفهموا الإطار، اسكو فما سيزون تاع صيد والناس مش تحترم فيها وإلا كيفاش؟ قرقنا هي كلاسي محمية، وفي 2007 وليت كلاسي زون رامسر. زون رامسر معناتها منطقة راكدة ذات أهمية قصوى، معناتها أنت ممنوع فيها لا باش تصطاد، هي محمية ما فيهاش موسم صيد، الصيد فيها ممنوع في جميع من 365 يوم ما عندكش حق تصطاد. السبب الرئيسي في تناقص الحجل هو الصيد، فما ناس من قرقنا ومن خارج قرقنا يجيو وفي الليل بالبيلات يبداو يصطادوا حجلة على روحها راقدة، يجي تك يضربها بنقرونة ويهزها على طرف الحم ولا ما عندها حتى قيمة، يجي يصطادوا فيها. وهما السبب الرئيسي في التناقص. والسبب الثاني هو العباد اللي تلمت في العظمة نتاعو، توا الوقت نتاعو توا الميسرة نتاعو كيما نقولوا احنا، فما برشا عباد تدور في الغابات تلم في العشاش، هذا السبب الثاني. هذا تلم في العشاش باش تاكل العظم معناتها نتاع تاكل العظم، عظمته صغيرة هكا بانت سبعة ما عرفتش العباد الله غلبك هو. واضح جدا. دونك انتم الجمعيه شنو قررتوا باش تعملوا؟ احنا كجمعيه، احنا كجمعيه حدودنا مش كبيره، معناتها ما نجموش نكونوا مؤثرين جدا. مبدئيا قاعدين ندوروا قاعدين نحكيوا مع الناس، يهديكم سيبوه راهو مهدد راهو نجموا مع عام الجاي ما عادش تلقاو واحد. واتصلنا بالسلطات المسؤوله اللي هي رئيسيا مش مندوبيه الفلاحه، الوحده نتاع الفلاحه اللي عندنا في قرقنا. هما عندهم مستقبلات، هما انكلو في المشكل وعارفينه ويحبوا يقدموا فيه، وعندهم انسان باش يحطوه حارس للغابات، وكان هيك خدمته حارس غابات. الاشكال انه ما عنده فاسله نقل. احنا من المنبر هذا باش ندعو مندوبيه الجهويه للفلاحه بالساقس انها توفر آلة تنقل بسيطه، دراجه ناريه، باش السيد هذا يقوم مهامه، خاطر مش فقط الحجل، احنا في قرقنا قايمه على النخله في السنوات الاخيره كيف ولا العباد يطيحوا في النخل، ولا العباد تبني في الحمايد اللي هي مناطق فلاحيه ممنوع فيها البني. بالعون هذا لازم ينقص، لازم يقلص، مش برشا ما كمان في حدود معينه. واضح جدا. دونك هذه مطالبكم جمعيه قنطره انقذوا الارض. زاده تتوجهوا للمواطنين تقولوا لهم سيبوا الحجل يعيش، ما عادش تمسوا العشوش نتاعو، وانتم بيتكم قاعدين تحاولوا على المستوى المحلي على الاقل انكم تحميوا العشوش هذوما. معناتها انا كمواطنه ندور نلقى عش نتاع حجله كيفاش نجم نحميه؟
تغطي بالبدايه ما تمسش العظام قدر كان نسيت العظام نتاعه ولا حاجه ما عادش بيه فيه ما عادش تنفر عليه تغطي العش وتطلعه كان كنت واحد نجي تقول لي اودي سايبه علاش خليه يعيش خليه يكبر خليه الحاجه تعاون احنا الحاجه مش فقط الحاجه تنحيك الحشرات وتنحي بالافات وتعاون في انه نبتك غرستك انها تطلع وتكبر تعاونك هي معناتها بلاك المبيدات عندها دور مهم عندها دور كبير في انها تحمل النبته نتاعك والهنده والكرمه والزيتونه بالضبط واضح جدا شكرا لك غسان الشلي عن جمعية قنطرة أنقذوا الأرض يعطيك الصحة على التوضيحات هذه الكل تحياتنا لكل مستمعينا في قنطرة باش نقول في قرقنا ميرسي الكل اللي تابعونا من أول ليميسيون في زون فيرت ميرسي لضيوف في زيد محمد علي محمد علي على الدين مداحي صلحوها على الدين مداحي على المرزوقي غسان الشلي وكل المتابعين انا اقول لكم الموعد يتجدد السبت الجاي رمضان ان شاء الله رمضانكم مبروك بالمسبق مستمعينا ونحب نقول لكم اللي زون فيرت باش تبعكم زيد في رمضان موجوده كل نهار سبت من ماضي 3 للأربعة تابعونا زيد في رمضان باش نحكيوا على حاجات تهمنا في عيشتنا كل يوم في رمضان. ميرسي à toute l'équipe de Zone Verte, Emine, Slim, Oumaima Cerise, et docteur Zeda Ali Din Madahi. Wa merci à Malik اللي جات بحدنا باش قدمنا حالة الطقس اللي سخون apparemment الطقس دافي اليوم. باهي الطقس. Bon week-end, mais la nice le col, on croit comme à samedi prochain. Bye bye.